دكتور اجل حضرتك في البدايه اكيد قابلتك صعاب طبعا كابتن محمد مصالح ميدو حضرتك مكمل معانا من البدايه بس ابتدي مع حضرتك الفريق يعني اكيد في صعاب مرت عليك اصابات مرت عليك اوقات في نقص ضغط ماتشات عايز تعد اللعيبه كلمني عن الفترات دي كنت بتغلب عليها ازاي هو بص حضرتك انا بصراحه عاوز يعني اتكلم على كذا نقطه كده يعني في دماغي عشان اجمعهم يعني اول حاجه انا بشكر كل الجهاز اللي معايا وبشكر اللعيبه وكل الناس طبعا رأسهم ميدو بس بشكر شكر خاص للدكتور سامح لان هو كان برضو عامل مجهود بطريقه بروفيشنال وبثبات وبهدوء وكل يعني لان هو دوره في الفرقه نفسه كعلاج طبيعي دور كبير وفعلا على مدار كل الفترات كنا بنحس بهدوء كامل في تاهيل اللعيبه وان احنا الريكفري بتاع اللعيبه كل ده كان سامح بصراحه عنده ملكه الهدوء ديت الحمد لله. تاني حاجة في نقطة حضرتك كنت أثرتها أنا حابب أتكلم فيها. اتفضل. موضوع السن بالنسبة للعيبة. يعني أنا عايز أقول برضو حاجة طبية ماليش دعوة بتكنيكال. خد راحتك. ماليش دعوة بتكنيكال خالص يعني. يعني في أحمد صلاح وعبد الله حتى لو سامح كنا بنتكلم على يعني الكفاءة الجسدية واللياقة البدنية للعيبة ديت. يعني احمد صلاح بنشوف يعني حتى تقسيم جسمه عضلات رجليه قوه دراعه وسرعتها كل ده كفاءه يعني درجه عاليه جدا صحيا طبيا ما شاء الله واختبارات طبيه بكفاءه عاليه جدا وعبد الله السلام كذلك الناس عندها برايفت ترينرز الناس كلها عندها يعني 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 اهداف واضحه ان هم يكملوا بكفاءه مش مجرد ان هم يكملوا خلاص فيعني ده كان كلمه انا عايز اقولها عشان يعني اقول اطمن حتى جمهور النادي الاهلي لا ده انا بحييك على ده لان ده مهم راي الطبي في الموضوع ايه ده حاجه يعني قويه جدا وثالث حاجه بقى فعلا كلهم اتكلموا عليها بس انا بتكلم عليها من الصحه النفسيه اتفضل يعني الصحه النفسيه بعد لقاء كابتن محمود طبعا يعني اثرت انا يعني مش عايز اعيد الكلام يعني بس هي فعلا سامبلي كان الناس في المعسكر فعلا مركزين جدا كل واحد عنده مسؤوليه حاسين ان هم مستريحين حاسين ان هم يعني بعد البوش اللي هم اخدوه دوت ان هم قادرين ان هم يجمعوا تركيزهم يبقى في صفاء ذهني رموا اللي وراه اللي قبل كده فده كله ده يعني كنا حتى حاسس ان اللعيبه نفسها من نفسها مركزه يعني اللي هو حتى ساعه النهائيات نفسها التركيز النفسي ده او الصحه النفسيه دي بتدي قدره للتركيز يعني دي نقطة ثالثة الحاجة الأخيرة بقى اللي عايز أقولها بقى الانتجريشن اللي حضرتك بتقول عليه دوت كان اللي مسهل العملية الطبية في النادي الأهلي إن إحنا عندنا يعني كل واحد ماسك البرانش بتاعه مفيش تداخل بيننا قوي يعني برافو فيعني كان في طبعا دكتور سامح إحنا قلنا علاج طبيعي وإصابات ملاعب في معانا دكتور حسن فتنس معانا عبد الرحمن مكي ده احنا مسميه دكتور برضو معانا ان هو راجل يعني مش سهل يعني وصوابع الذهبيه وعايز اقول يعني لغايه عامل الاوضه احمد رشاد اللي هو مالتي تاسك واللي هو يعني بيعرف اسامي الادويه دلوقتي والكلام ده فهو الانتجريشن ده كان مسهل العمليه الطبيه فعلا تكامل